أنا جاي. السوق أخوي الأثمنة خيالية. حولي قد المش باغن فيه 110. الدرويش كي غادي شي ياخذ هذاك المش غادي عنده 5 دراري. ياكلوا اليوم ياكلوا غدا ما يذبحوش. غيبقى يشوف يشتري بيبي يشتري بيبي. شنو كمان خليت زاد الشناقة ولاد الحرام. الشناقة شاري حولي ب 30,000 كيبيعوا 70,000 وهذا باش كاين ولد الاخر كيطلب فيه 110. فين غادي نبدا الرباح؟ الرباح راه ولا ريبة. ما بقاش هذا بيع وشرى ولا سارقة. حنا كنطالبوا من السلطات واللي مكلفين بهذا الشيء ورجال الامن يتدخلوا يعرفوا الاثمنه. الناس ماشيه مأزمين والناس كتموت كتاكل بعضياتها. بنادم كاين اللي ما غيعيطش بنادم كيموت عرق بعرق. وحنايا كنشوفوا حنا راه خاصنا ندويو على حقنا. حنا كنطالبوا بسيدنا وبرجال الامن يتدخلوا في اقرب وقت العيد بعد 5 ايام. كاين اللي ما غيعيطش كاين اللي عائلات ضايعين على هاد الاثمنه الخياليه. الله يرحم الوالدين. ممكن اقبل الموال اخويا راه كندبروا على راسنا باغي نتعاونوا مع والدينا حتى حنا. العيد غالي وكلشي كلشي تزاد. قلبك ناخذوه بالسيرين وكيطوف فيه السيرين ما فيها لا فائده لا والو. كنت كتخبر وكتزيد بحالك بلا حاجه. الشاري ما داخلش حيت كان غلا بزاف. ازمه كاينه الازمه بزاف اخويا. اكثر شيء جات مع التشاير هذا وفهمني كلشي مع كلشي مأزم كلشي مشحن اخويا. نقول لهم تكيسوا علينا الشناقه اخو الشناقه مالك الشناقه مالك كيما حنوا الدرويش شحال كيزيدوا في الحاولي علاش؟ حتى كياخذوا حاولي ب 100,000 كيبيعوا ب 120 140,000 بزاف. كيجيكم التنظيم ديال هذا السوق هذا العام؟ زوين كاين تنظيم. برشيد ماشي ولاد هنا وجينا للمليون. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.